احنا عم نحكي عن فوائد الشوكولاتة الداكنة، فبحب أكثر أسمع من حضرتك. أكيد هناك عوامل اللي بتخلي هاي الشوكولاتة هي تساعد في تدفق الدماء للدماغ. صحيح، أولي صباح الخير لك وللمستمعين. هلأ زي ما أنت حكيتوا، يعني الشوكولاتة الداكنة اللي احنا نسميها دارك شوكليت فيها كمية أكبر من الكاكاو بالنسبة، يعني بتقارنها بالشوكولاتة أو شوكليت البيضاء. وزي ما تحكي فيها مادة معينة اسمها فلافونويد. يعني الفلافونويد موجودة مش بس بالشوكليت، موجودة بأشياء ثانية زي مثلا في خضروات، في أنواع من الفواكه موجودة فيها. حتى هلا صاروا يصنعوها بحبوب، زي كيف بناخذ احنا مثلا فيتامين بي 12 أو دال، موجودة صارت حبوب اللي ممكن ناخذها الواحد. وأشهر مادة من الفلافونويد بسموها إيبيكاتيكان، هي المادة الأساسية اللي بتزيد تدفق الدم على الدماغ او حتى على الجهاز الدموي بشكل عام، على القلب مش بس الدماغ. فهو هذا هو كيف، يعني الطريقه اللي لقوها انه فعلا هاي الماده بتحسن من او بتمنع من بتصير جلطات دماغيه او قلبيه. هم عملوا دراسات، في دراسه كثير كبيره عملوها الاف المواضيع على هذا الموضوع، وقارنوا الناس اللي اكلوها واللي ما اكلوها. الدراسه اللي صارت دراستين اساسيات، الوحده قارنوا اللي الناس اللي اكلوا دارك شوكليت مع الوايت شوكليت، لقوا انه اللي اكلوا دارك شوكليت كثير كان في فرق بحمايتهم من الجلطات الدماغيه والجلطات القلبيه مقارنه بالاكل الوايت شوكليت. وفي دراسه قارنت الناس اللي اكلوها واللي ما اكلوا بالمره، ونفس الشيء لقوا. نعم، اذا شو التاثير دكتور على يعني للشوكولاته على الدماغ؟ وهل يعني نحن يعني لما نفكر في هذا الموضوع، هل في المجمل يعني بتساعد على تقليل السكتات الدماغيه؟ واكيد في هناك ارتباطات مختلفه لعوامل كثيره، ما هي هذه العوامل طبعا اللي بتاثر يعني او بتزيد من خطوره الاصابه بالسكته الدماغيه؟ اكيد هلا يعني في طبعا بالدراسه عملوا كميه معينه، عملوا طريقه معينه انه يعطوا الناس فيها هذا المنتج او الدارك شوكليت. حكوا انه لازم ياخذ الواحد تقريبا حوالين 35 جرام، هو هذه اللي بسموها السيرفنج، يعني انه انت بدك تاخذ بار من الدارك شوكليت. حكوا مرتين لثلاثه بالاسبوع، هذا هم اللي اعطوها للناس. لقوا انه بتقلل من احتماليه انه الواحد يصاب بسكتات دماغيه او سكتات قلبيه. هلا الطريقه هو انه بتزيد تدفق الدم وبتفتح الشعيرات الصغيره، عشان هيك بتقلل من خطوره انه يصير بالواحد سكتات دماغيه او سكتات قلبيه. هلا الشغله الثانيه اللي لقوها انه هي بتحفز الخلايا اصلا الموجوده في الدماغ. ففي وحده من الدراسات غير الثنتين هذول الكبار دراسات، في دراسه عملوها انه قارنوا الناس اللي لما تاخذ دارك شوكليت، لما تاخذ هذا البار اللي هو 35 جرام، في نوع معين من الصور، هي مش رنين، هي اسمها سبكتروسكوبي، زي الرنين المغناطيسي، لو انه في الخلايا الموجوده في الدماغ بتكون متحفزه اكثر. فلو انه لما يعملوا لناس الفحص اللي هو احنا بنسميه مينيمال ستاتس، اللي هو الذاكره، سرعه الاجابه، سرعه التركيز، لو انه هذا الشخص اللي اخذ الدارك شوكليت بعد ساعتين من اخذته، لما قارنوه باللي ما اخذوه، لو انه الخلايا الدماغيه نشطه اكثر. نعم. فاحنا هذا اللي بنتوقع انه عشان هيك بتقلل من انتاج بتقلل قصدي من السكتات القلبيه والدماغيه. يعني خبر مفرح هذا دكتور، معناته يعني اكيد احنا الكل بحاول هالايام يحافظ على صحه الدماغ، لان الناس عم بتعيش اطول وبدنا نتجنب امراض عديده بتصيب بالامراض شيخوخه تصيب الدماغ ويعني والاعصاب مثلا. فايش في كمان ممكن، بحب اعرف من حضرتك دكتور، اطعمه اخرى او يمكن نمط حياه بيساعد على تدفق الاكسجين او الدم للدماغ لصحه الدماغ افضل، وبشكل سريع لو سمحت. اكيد هلا انا النقطه كثير مهمه عشان ما يكون مثلا واحد يسمع هاي المعلومات والدراسه ويصير يروح بس ياخذ دارك شوكليت ما يتبعها حاله. اكيد يعني انه لازم احنا نعيش حياه صحيه، اللي هو اكل الصحي، مش الاكل المليان بالدهون او بالزيوت، ما يعني ما يكون الاكل اللي هو اللي احنا بنسميه جنك فود دائما. الشغله الثانيه انه الحياه الصحيه، رياضه، كل الدراسات اثبتت 3 مرات في الاسبوع، مش كل يوم، مش لازم نكون احنا ضاغطين حالنا انه والله ما معنا وقت، لا 3 مرات في الاسبوع نص ساعه بيكون الواحد هيلثي اكثر. الشغله الاخيره انه مش الواحد ياخذ دارك
شوكليت وينسى مثلا موضوع الضغط والسكري والدهنيات اللي عنده، لا بده ياخذ ادويته، بده يتابع مع دكاترته. هي بس هاي فكره ان الدراسه اثبتت انه بتساعد بهذا الموضوع. نعم، شكرا جزيلا دكتور يزن السردي، استشاري امراض الدماغ والاعصاب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.